السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو اليوم حنحل بعض الأسئلة مركز نمبر 1. اختارينا كم سؤال، أعتقد 5 أسئلة من الأسئلة الكلية، والباقي هو نفسه بس أما مكرر أو متغير الرموز. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، عندك periodic square waveform x of t كما موضحة في الشكل نمبر 1. عندك يريد مطلبين. المطلب الأول، أولا توجد الفوندمنتال بيريد اللي هي هذا الشكل، تقدر تقول هي تبدي من 0 إلى B، لأنه تلاحظ أنه من B إلى 0 أيضا تتكرر نفسها، فإحنا حناخذ الفترة مالتنا اللي هي من 0 إلى B. الشغلة الثانية يريدها الكومبلكس إكسبونينشال فورير سيريز، بما أنه complex إكسبونينشال يعني ده يريد الـ Cn، هو يريد الـ x of t based on Cn. بالمطلب الثاني عندك الـ Cn، فيريد sketch the magnitude spectra and the phase spectra، يعني يريد الـ magnitude الـ Cn ترسمه ويا الـ m، وترسم الـ phase spectra يعني الـ theta بالنسبة إلى الـ time index n. زين، فالموجة اللي عندنا احنا على الكويستشن 1، عندك نرسمها الموجة الواي فورم مالتنا بالشكل التالي، حاسم بس موجة واحدة اللي هي تبدي من 0 إلى B، وعندك هنا هي الـ B على 4، هاي قيمتها هنا اي الدالة هي x of t، طبعا زمن t، هاي هي t اللي هي الفاندمنتال بيريد، فعندك t اللي هي فقط تساوي ما بين، من عندها نقدر نطلع الاوميجا نوت اللي هي 2 باي اوفر t، يعني 2 باي على b. زين، عندك الأوميجا نوت في البي، حاصل ضرب بالبسط في المقام، أوميجا نوت في البي راح يساوي لنا 2 باي، هاي نحتاجها للسهولة، وعندك احنا الفوندمنتال طلعناها تي تساوي لنا بي. زين، أول شيء هاي الفرع الأول يريد السي إن اللي هي حسب القانون يكتبه أول شيء اللي هي 1 على T تكامل من 0 إلى T، أو من سالب T على 2 إلى T على 2 نفس الشيء، الدالة مالتك اللي هي X of T مضروبة بـ E أس سالب J N أوميجا نوت T D T. زين، من الرسم نقدر نقول انه 1 على t يعني هو 1 على b تكامل الداله x of t، طبعا التكامل هنا عندك ايش قد راح يساوي لنا 0 هالفتره، يبقى فقط هنا عندك ال a، فاذا هو قيمته a وحدود التكامل هي من 0 الى b على 4، اكسبوننشال ينزل a اس سالب j n اوميجا نوت دي دي، هذا راح يساوي لنا اي على بي، تكامل اكسبوننشال هو نفسه اي اس سالب جي ان اوميجا نوت تي اقسم على مشتقة الاس اللي هي سالب جي ان اوميجا نوت، طبعا تكامل من 0 الى بي على 4، طبعا هذا التكامل اللي تي هو يساوي عندك الـ A على الـ B في الأوميجا نوت، قبل شوية طلعناها جيد أوميجا نوت في الـ B جيد تساوي لنا 2 باي، إذا هنا أو سالب J 2 باي N، التكامل مرة عوض بالـ B على 4 فيصير E أس سالب J N أوميجا نوت D على 4، مرة عوض بالصفر يجي يطلع لي 1،
الأوميجا نوت بي إيش قد هي؟ هي 2 باي تقسيم 4، فهيبقى فقط عندك باي على 2. السالب دخل بالقوس فحيصير التالي، هو اي في 1 ناقص اي السالب جي. أوميجا نوت بي قلنا 2 باي على 4، فتصير عندك تبقى فقط الان باي على 2. على عندك شنو؟ جي 2 باي ان. اوكي، فاذا نكتبها سي ان تساوي اي على 1 ناقص اي السالب جي ان باي على 2 على جي 2 باي ان. شنو قيمة الاي؟ ما اعرفها، هي شكل عام. اوكي، فبقيها بشكل عام. زين، هو ايش داير يدير؟ يريد ال complex Fourier، فاذا يريد الدالة x of t، فاذا x of t حسب القانون شو تساوينا؟ تساوينا سيجما n من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي سي ان بيش مضروب بالاي اس الجي ان اوميجا نوت تي. عوض بقيمة السي ان فيساوينا سيجما وعبارة عن اي في 1 ناقص اي السالب جي ان باي على 2 على شنو لك جي 2 باي ان مضروبة كلها باكسبونينشال جي ان اوميجا نوت تي، والان من سالب الى موجب انفينيتي. هاي هذا حل السؤال او الفرع الاول اللي هو يقول عندك فاندمنتال بيريود طلعناها والكومبلكس اكسبونينشال فوريير سيريز للداله اكس اوف تي. الفقره الثانيه هي سكتش ذا ماجنيتيود اند ذا فيز سبيكترا. نجي على ثانيا، يريد الرسم مال سي ان ويريد الرسم مال من؟ مال ثيتا ان. طيب اول شيء الماجنتيود مال سي ان شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الماجنتيود مال من؟ سي ان اللي هي هاي اي في هذا القوس على جي 2 باي ان. إذا نكتبها A في 1 ناقص E السالب JN باي على 2 تقسيم J 2 باي N. أوكي، أول شيء أطلع قيمة عند الصفر. ألاحظ التالي، لما نخلي N يساوي صفر شنو يصير عندي؟ هذا هنا الصفر. زين، هنا اكسبونينشال للصفر حيصير 1 ناقصا 1 حيصير صفر، فاذا حصير عندي صفر على صفر. فايش اطبق لي طريقة اللي هو بيتال رولز؟ رولز بنحصل التالي سي نوت، يعني في عندما ان يساوي صفر تساوينا مشتقة المقام اللي هي J2 pi n. لما تشتقها للآن فحيبقى عندك فقط J2 pi. الباست عندك الـ A هو ثابت، فتشتق هذا القوس فواحد مش راح يصير عندك صفر، يبقى سالب exponential يبقى نفسه سالب J n pi على 2. اوكي، سد القوس. في مشتقة عندك الأس للآن حيصير سالب جي باي على 2. أوكي، فإذا سالب أي عندك يبقى خلينا نقول الجي موجود وعن وين الجي باي على 2 جي باي على 2
كلها في اكسبونينشال سالب جي ان باي على 2 على منو عندك جي 2 باي باي ويل باي تروح زين عوض الان صفر شو راح يبقى عندك هيبقى عندك سالب اي طبعا جي هم قبلها الاكسبونينشال تروح صفر واحد يبقى هنا عندك جي طبعا هم موجودة مضروبة في أربعة جي ويا جي زي ما تساوي سالب اي على أربعة بس أنا شريد أريد الماجنيتيود السي نوت فشو تصير اي على أربعة فقط أخذ القيمة الموجبة هذا أول قيمة زين أجي على السي 1 والسي 2 إلى آخره يعني مو إلا أطلع لي صيغة عامة وأطبقهم تجي بالنسبة للماجنيتيود للسي 1 شو يسوينا يعني قيمة الان جيت قيمتها واحد ان يعني واحد فهي الماجنيتيود المن الاي مضروب قوس واحد ناقصا ارجع للمعادلة واحد ناقص اكسبونينشال سالب جي الان واحد يبقى عندك فقط الباي على اثنين اذا اكسبونينشال سالب جي باي على اثنين سد القوس يعني دا عوض هنا هاي المعادلة ستار هنا عوض قيمة الان واحد سالب جي باي على اثنين وهنا عوض على الان واحد فيبقى جي تو باي على جي تو باي هاي شو تساوينا عندك واحد ناقص اكسبونينشال اي اس سالب جي على باي على اثنين خليها على صفحة يقول له واحد ناقصا اي اس سالب جي باي على تو شو تساوي انه واحد ناقصا الاويلر فورميلا شو تقول لك الاكسبونينشال ما دام جي فهو عبارة عن كوساين الاول كوساين باي على اثنين طبعا هي سالب باي على اثنين بس الكوساين ايفن فماكو فرق ناقصا جي هي مو ناقص هي زائدا جي ساين بس الساين اشارة سالبة حتبقى سالب جي ساين باي على اثنين وتساوينا واحد ناقصا كوساين باي على اثنين شو يساوينا صفر ساين باي على اثنين جيل هي تساوينا واحد فاذا ناقصا بالناقص حصير موجب زائدا جي فقط فاذا هاي شو تساوينا ماجنتيود ال A في واحد زائد J على J2 باي إذا ماجنتيود C1 شو راح يساوي؟ يبقى عندك واحد زائد J الماجنتيود ماجنتيود ال A هي تبقى قيمة المطلقة إلى A واحد قيمة المطلقة إلى واحد زائد جي هو جذر واحد زائد واحد طبعا تربيع تربيع يعني جذر اثنين قيمة المطلقة لجي 2 باي شو تساوينا تساوينا 2 باي كلها تربيع ليش عندك الجي تروح فيبقى فقط 2 باي بعدين هي أصلا جذر فهتبقى 2 باي فإذا هذا ايش راح يساوي لنا؟ جذر 2 قيمة المطلقة إلى A على 2 باي هاي أول قيمة نفس الشيء أطلع لل C2 C2 شو تساوي لنا؟ magnitude ال A في 1 ناقصا exponential عندما N 2 هنا ال N 2 شنو راح يصير؟ 2 على 2 تروح هيبقى فقط عندك الباي فإذا تبقى اي اس سالب جي باي اي اس سالب جي باي على ايش قد عندك؟ جي 2 باي تنزل نفسها جي 2 باي وتساوي خليها على صفحة
عندك واحد ناقصا اي اس سالب جي باي، شو تساوي لنا هي؟ واحد ناقصا افتح القوس كوساين باي ناقصا جي ساين باي. وتسأل كوساين باي هو سالب واحد، عندك ساين باي صفر، هاي يساوينا صفر، فإذا عندك واحد ناقص ناقص واحد هتصير زائد واحد يساوينا اثنين. إذا سي تو ايش راح تساوينا؟ اثنين قيمة المطلقة إلى أي على تو باي، هاي القيمة الثانية. أطلع القيمة الثالثة شو تساوينا؟ ماجنتيود J 2 باي A في واحد ناقصا اكسبونيشال، اروح القانون شو يقول عندك؟ ال N 3 حيصير سالب J 3 باي على 2 اللي هي سالب J 3 باي على 2 وتساوي واحد ناقصا اي اس سالب جي 3 باي على 2 شو تساوي لنا؟ واحد ناقصا كوساين 3 باي على 2 عندك عفوا ناقصا هنا جي ساين 3 باي على 2 وتساوي لنا واحد ناقصا كوساين 3 باي على 2 ايش قد؟ يعني الكوساين اذا تريد ترسمها هي هاي 3 باي على 2 هي هنا، فاذا صفر هذا يساوينا صفر. ساين 3 باي على 2 الساين اذا اريد ارسمها هي هذا الشكل، 3 باي على 2 ايش قد يصير؟ سالب 1. اذا عندك صفر ناقصا ناقصا 1 طبعا سالب جي في سالب 1 وتساوي لنا واحد، عندك هنا زائد فصير ناقصا جي. ان شاء الله واضحه. فاذا هذه نفسها هاي تساوي لنا قيمه المطلقه الى اي في واحد ناقصا جي على قيمه المطلقه الى جي 2 باي. زين اذا C3 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا التالي الماجنتيود مال واحد ناقصا جي شنو هو؟ ماجنتيود الى واحد ناقصا جي او القيمه المطلقه الابسوليوت فاليو هي جذر واحد تربيع زائدا سالب واحد تربيع وتساوي لنا جذر 2. اوكي فاذا هاي راح تساوي لنا جذر 2 قيمة المطلقة إلى أي على 2 باي. واضحة إن شاء الله؟ طبعا بالمناسبة إحنا أكو شغلة ننساها بالمقام، وهي هذا C1 هي 2 باي، إذا C2 هي J 2 باي في N موجود هنا هي 2 باي، يعني هذا إيش قد؟ 2 باي N مضروب بال N، فعندك بال C2 هاي حصير في 2 2 باي في 2 عندك هنا 2 ويا 2 تروح تبقى 2 فنكتبها تساوينا قيمة المطلقة على أي على 2 باي. هنا نفس الشيء في 3 هاي صار 6 عندك هاي 6 اوكي. زين نجي على سي 4 طبعا احنا مو نطلع نكون يعني اذا طلع لي لحد 3 ماكو مشكله درجه كامله بس الفكره مهمه واصله ان شاء الله. بالنسبه للسي 4 انا فقط بدي اوضح شويه القيم شنو اللي تطلع. السي 4 حتساوي لنا قيمه المطلقه الى اي في واحد ناقصا اي اس سالب جي 4 باي وين هنا لما الان تصير 4 4 على 2 تبقى 2 باي فاذا سالب جي 2 باي
سالب جي 2 باي على عندك جي 2 باي في 4 وتساوينا اي اس الجي 2 باي احنا ما اخذيها طبعا بالمحاضرة او حتى فقط تحسبها، هي طبعا كأنه ما عندك 2 باي والصفر تقريبا نفس الشيء، فكأنه ما عندك اي اس الصفر فيطلع واحد، واحد ناقص واحد حيصير صفر، طبعا هي تساوي صفر، بس للتأكد اي اس سالب جي 2 باي شو تساوي لنا كوساين 2 باي جد هو واحد ناقص J sin 2 pi هاي جي تساوي واحد، هي exponential J 2 pi سواء سالب أو موجب هي تطلع واحد، فواحد ناقص واحد هيصير صفر. هسا إذا أريد أرسم القيم الـ CN عندك هاي الـ N وهاي magnitude مع CN، إحنا قلنا دائما عند الصفر هي تصير أعلى قيمة 3 4 5، نقول 1 2 3 4 5 عند الصفر أعلى قيمة اللي هي طلعت أي على 4، عند الواحد جد هي جذر 2 أي في المطلق على 2 باي. أوكي فخلينا نقول عندك الـ 2 هي مطلق أي على 2 باي، فالأول أعلى من الثاني، وعندك بالثلاثة هي تقسيم 6 باي، فإذا أقل من الثاني وهندك هذا الصفر يقل واحد، فهنا عندك عند الواحد عند الاثنين عند الثلاثة وعند الأربعة صفر، 1 2 3 4 والخمسة ولو أنا حاسبها بس تطلع شوية أعلى. أوكي طبعا نرسم نفس ترسمة على الجهة الثانية، وعندك هنا صفر وهنا شوية سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، هذا هو الماجنتيود للسي ان. طيب بالنسبة للفيز، للفيز بيتا ان شو تساوينا، او خلينا نكتب السي ان على مود نشوف السي ان شو تساوينا. السي ان شو مساوت A في 1 ناقص exponential سالب J ذكرها N باي على 2 صحيحة على J 2 باي N. الثيتا N ثيتا N شو تساوينا زاوية البسط ناقص زاوية المقام، أوكي ناقص هاي الزاوية، فهي عندك عبارة عن زاوية منو عندك البسط هو الـ A 1 ناقص E سالب J N باي على 2 ناقص الزاوية مع المقام اللي هي J 2 باي N. طبعا هنا الـ J 2 باي N بغض النظر عن القيم، هنا الـ J ما دام J يعني الزاوية شقد؟ الزاوية 90 لأنه J هنا صفر، هاي الزاوية مالته شقد؟ 90 درجة. اوكي فاذا هاي ناقصا 90، هاي تقدر تقول هي عباره عن 90 درجه. زين عند الصفر حيصير صفر فماكو صفر الزاويه، عند الواحد هي تساوي شو تساوينا الزاويه مال مين تاخذ هالزاويه ترجع تاخذ شويه حسبت السي 1، سي 1 هي جديد ارجع على هذا القانون، نخلي لون لاخ على هذين القوانين بس بدون ماجنتيود، فتاخذها هو C1 هي أي واحد زائدا J البسط، لأن هنا حسب الماجنتيود فهنا واحد زائدا J، فالواحد زائدا J طبعا هي أي في 1 زائدا J ناقصا 90 درجة. الزاوية مال أي 1 زائدا J شوف حتى لو عندك التثابت A ما يأثر على قيمة، ليش؟ لأنه هذا عبارة عن A زائد J A، الزاوية هي tan inverse المن
للمقابل على المجاور او الايماجينري، الايماجينري على الريال فاليو. فالاي ويا الاي تروح، فيبقى عندك الواحد. بما انه عندك زائد ونفس القيمه واحد زائدا جي في واحد، فالزاويه ما ترسم 45 درجه لانه هذا موجب، واذا سالب يصير ناقصا 45 درجه. فاذا 45 ناقصا 90 قد تطلع ناقصا 4 5 الى اخره. ثيتا 2 عند الاثنين شو تساوينا؟ ارجع وين على السي 2 اللي حسبته قبل شويه. السي 2 شنو عندك صار؟ 2 قيمه المطلقه اي على 2 باي. زين نانا صار عندك واحد كانما هو عندك 2 على الاثنين في القيمة المطلقة على جي 4 باي. اوكي فالزاوية مال هذا شقد؟ هذا 90. هذا الزاوية مالته بما انه ريل فاليو فهو 0. فإذا عبارة عن 0 ناقصا 90 درجة يتطلع ناقصا 90. أجي على ثيتا 3. ثيتا 3 شو تساوينا؟ نروح على الزاوية منين أخذها؟ أخذها من C3. C3 اللي هو هذا A في 1 ناقصا G ناقصا J عفوا على J6 باي. فA في 1 ناقصا J ثيتا 3 جيد الزاوية مع A في 1 ناقصا J ناقصا 90. 1 ناقصا J الزاوية مع تشجيد هو ناقصا 4 5 45 درجة. ناقصا 45 ناقص 90 ناقصا 135 درجة. طبعا تقدر تطلع الرابعة اللي هي رسم 0 تساوينا 0. خليها هومورك لكم. يمين عدد هنا هو هي 0. في 4 0. زين. فهسه اجي ارسم الثيتا ان. هاي القيم الان. وهاي القيم. ثيتا عند الصفر كانت صفر، وعند الواحد واثنين وثلاثة واربعة. عند الاربعة صفر، عند الواحد هي قيمتها. عند الواحد طلعناها ناقصا 145. صحيح نقول لهنا ناقصا 45 ناقصا 4 5. عند الاثنين ايش قد طلعت؟ ناقصا 90. نقول 90 شوية أقل، إذا هاي 90 ناقصا 90 درجة. وعند الثلاثة طلعت ناقصا 135 ناقص 1 3 5. وعند الأربعة 0. وشوف ايش قد تطلع بعد. طبعا سيتان هي odd function بما انه odd، فاذا ترسمها هنا بس بعكس الاتجاه، يعني كانما تلوفها حول المحور الاكس اكسس، يعني حصير هنا حصير هنا وراح تصير هنا والصفر هنا. هاي هي سالب 4 عفوا هاي سالب 1 سالب 2 سالب 3. هذا هو رسم مال سيتان سبيكترم. هنا يخلص السؤال الأول، طلعنا القيم كلها. الأسئلة تجينا. شنو راد البريد الفوريار الماجنيتيود والفيز سبيكترا. طبعا نفس الشيء بهذا السؤال الثاني. بالسؤال الثاني شنو يريد عندك؟ ايضا fundamental period عفوا بهذا الرسم، بس هنا عندك
شنو عندك بين السالب دي والدي. فإذا تلاحظون منا لهنا الدالة تتكرر نفسها، يعني من سالب دي إلى دي. إذا البريد مالتك حصير جيد 2 دي. أوكي، هاي شغلة. الشغلة الثانية يريد الـ Complex Exponential Fourier Series، إذا أيضا يريد الـ Cn نحسبها، وبعدين نحسب الدالة X of T. سكاتش يعني عندك رسم تقريبي يريد الـ Magnitude ويريد الـ Phase Spectra للدالة Y of T. نجي هنا question 2. عفوا الفيجر هو هذا. تيجي عندك هنا هاي هي chance انها y of t دالة او signal. عندك هاي السالب دي، هنا عندك دي، هاي كانت سالب دي على 3 وهو رسم تقريبي، دي على 3 هنا صفر وقيمتها سي. اول شيء قلنا fundamental period اللي هي شقد تي تساوي 2 دي. اذا تي هي عبارة عن 2 دي. من عدم نطلع الأوميجا النوت ساوينا 2 باي over T، يعني 2 باي على 2 دي حيصير باي على دي. من عدها نقدر نقول الأوميجا نوت في الدي شكد تساوينا باي. هاي القيمتين أول شي حسبناها. زين، الفقرة الثانية اللي هي نطلع السي ان. سي ان هي شو تساوي لنا؟ واحد على تي تكامل من صفر الى تي، او من سالب تي على 2 الى تي على 2. خلينا نكتبها نفس الشيء، تي على 2. عندك واي اوف تي الدالة مالتنا هي اس سالب جي ان اوميجا نوت تي دي. خليها وتساوي واحد على تي، يعني واحد على 2 دي. تكامل من معرف من هالنقطة إلى هالنقطة تعطيك الحدود التكامل، اللي هي من سالب دي على 3 إلى شقد عندك دي على 3. أوكي، قيمة الدالة شقد هي سي. في عندك exponential سالب j n اوميجا نوت t dt. طبعا بالمناسبة احنا سدنا ناخذها فترة كاملة، تقدر تقول الدالة even وتحلها من صفر الى دي على 3، يعني كيفك تريد تحل بها صيغة او بها الصيغة الثانية تطلعلك نفس الناتج. اذا نكمل التكامل، c على 2 دي، c ثابت. تكامل exponential هو نفسه يو سالب جي ان اوميجا نوت تي على مضروب على المشتقة مال الاس اللي هي سالب جي ان اوميجا نوت. قيمة التي للتكامل تتغير من سالب دي على 3 الى دي على 3. طبعا تعوض قيمهن منا ومنا، بس انا بعد الفيديو شويه يكون اقل فما حكملها، حكتبها راسا الناتج النهائي من عندها انه سي ان شو راح تساوي؟ سي مضروبه بالساين، لان اصلا عندك اكسبونينشال مره دي على 3 ومره سالب دي على 3، فلازم يطلع لك لو ساين لو كوساين. عندك بس بما انه عندك حد ناقص بيناتهم فلازم يطلع الساين. ساين ان باي على 3
على شقد على ان فاين، هاي قيمة السي ان اللي تطلع لك. اوكي زين، انا اريد الدالة اكس اوف تي، شو تساوي؟ انها هي عبارة عن سيجما سي ان يقص جي ان اوميجا نوت تي، والان من سالب الى موجب انفينيتي. ايش راح يصير عندك؟ سيجما تي مضروبة بالساين ان فاي على 3 على ان فاي مضروبة بإي أس سالب، عفوا إي أس جي ان أوميجا نوت تي، والان من سالب إلى موجب انفينيتي. هذا هو الحل. طيب الفرع الثاني شو يريد عندك؟ يريد الماجنتيود والفيز سبيكترم. نفس الشيء اقول له الماجنتيود مال سي ان شو تساوي لنا؟ زي ما قلنا فوق هي الماجنتيود المن للسي في الساين ان باي على 3 على ان باي. اوكي زين، قلنا دائما احنا نطلع القيم، نشوف كم قيمه مثلا. اول قيم اللي نطلعها ما دام عندك ساين او كوساين، زين ف نطلع ايش وقت مثلا سي ان يساوي لنا صفر، واحنا من القيم زين. وعندك عند السي نوت مثلا، هنا عندك الان وعندك هنا ان فوق، هنا عند الان صفر، هاي حيصير صفر وهاي حصير صفر. فنطبق طريقة اللي هوبيتال رول، فالماجنتيود مال سي نوت شو يساوي لنا؟ طبق اللي هوبيتال رول اللي تشتق البسط وتشتق المقام بعدين تعوض الان صفر، فاذا هي الماجنتيود تشتق المقام للان، فحيبقى فقط عندك الباي. هناك تشتقها للان، فعندك سي في الساين تصير كوساين ان باي على 3، في مشتقة الزاوية مالتك تبقى عندك باي على 3. اعوض ان صفر، كوساين الصفر هذا ايش راح يصير؟ هيصير واحد. عندك باي على 3، الباي ويا الباي تروح، تبقى عندك سي على 3 ماجنتيود سي على 3. هاي عندي الصفر عندما عين صفر. زين السي ان شو وقت تساوي لنا صفر؟ ماخذينها بالمحاضرات شلون نطلعها. تساوي لنا صفر عندما البسط يساوي صفر، يعني شو وقت؟ اذا ماجنتيود السي ان او السي ان فقط يساوي لنا صفر، وين؟ منو عندك؟ عندما ساين ان باي على 3 تساوي لنا صفر، لان يعني هاي داله مثلثيه. طيب الساين ايش وقت يساوي لنا صفر؟ عندما ان باي على 3 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا عندك باي 2 باي 3 باي الى اخر، يعني عندما هذن يساوي لنا باي، يعني باي طبعا زائد وناقص 2 باي 3 باي والى اخره. هاي تركت فراغ لانه سواء زائد او ناقص. اوكي زين، من عندها نقدر شنو؟ طبعا الباي من الطرفين نقدر نشيلهم، فيبقى شو وقت السي ان او ماجنتيود السي ان تساوي لنا صفر، لان الصفر هو موجب. اف منو عندك؟ ان ايش قد تساوي؟ 3 تضرب بهالطرف، فيصير عندك الان تساوي لنا زائدا ناقصا 3 زائدا ناقصا 6 زائد ناقصا 9 الى اخره. يعني هاي طلعنا نقاط اثنين كلش مهمه. فاجي هسه ارسم عندك الماجنتيود عند الان والبي ان.
قلنا عند الصفر هي أعلى قيمة، فعند الصفر إيش قد كانت؟ ماجنتيود السي على 3، لأن إحنا السي ما ندري إيش قد قيمته، موجبة أو سالبة. فنقول عند الها هنا يصير ماجنتيود السي على 3، وعند الثلاثة هاي 3 صفر، وعند الستة صفر، وإلى آخره. إذا 1 2 3 0، 1 2 3 0، هنا القيم شبيهن حتقل. شوف هنا شنو يكون، فهو رسم تقريبي. لا نفس الشيء، يعني مو بالضرورة. عندك 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، هذا هو الرسم أو السكتش مال ماجنتيود المن للسي ان. طبعا الفيز السي ان شبيه هاي المعادلة، فقط ريل فاليو، ريل فاليوز، يعني ما بيها imaginary، يعني ماكو جاي. بما انه الريل فاليوز يعني عندك الثيتا ان شو يسوي نص صفر، يعني حتى ماكو داعي ترسمها، وهو هذا الحل للسؤال الثاني. طيب نشوف شنو نكمل الاسئله. اها، اوجد الفوريير للاكسبوننشال سالب 4 تي زائدا 8 زائدا جي 5 تي ناقصا 2، وعندك يو اوف تي ناقصا 2. طبعا لما نشوف السؤال احنا قلنا سواء فورير او فورير انفيرس، لما نتحلهن تبحث عن الدوال اللي انت تعرف الفورير مالتهن. طبعا ده السؤال ايش كاتب لك؟ يوزنج بروبرتيز اونلي، يعني فقط تستخدم الخواص. طيب الخواص احنا بالامتحان كان عندنا فقط 5 يمكن او 6 خواص. خلينا نطلع الخواص مالها. او يمكن المحاضرات خواص، خواص زين شو هي هاي، يعني هذا شنو معناته؟ يعني عندك الفورير مال هذا ومال هذا او هذا، بس تجيك الدالة مثلا هنا متشفتة بالتايم، متشفتة بالفريكوانسي والى اخره، او عندك السكيل. فشلون تستخدم هذا الخواص؟ احنا عندنا بالامتحان كان فقط هالست خواص من هنا لهنا. اوكي زين، فاول شيء لما جيت تجي على هذا السؤال تشوف هنا تي ناقص 2 وهنا لهم تي ناقص 2، واضح؟ يعني اكو تشفيت وين؟ هل هو التايم؟ هل هو فريكوانسي؟ ما دام دا القى t ناقص 2 وهنا هم t ناقص 2، اذا اكو بت t يعني بت تايم شيفت. زين، فلازم اول خطوه اتخلص من التايم شيفت. هنا عندي اليو يونت ستيب فانكشن، يعني اذا بدون ما اطلع التايم شيفت ما اقدر احلها طريقه اخرى يعني نوعا ما. زين، هنا عندي t ناقص 2، هنا عندي t ناقص 2، بس هنا ما مبينه. شلون ححلها؟ خلينا نكتب الفورير اول شيء. عندك السؤال الثالث يريد الفورير المهم للاكسبوننشال سالب 4 تي وانا اخذ الى صفحه سالب 4 تي زائدا 8 زائدا جي 5 بي تي ناقصا 2 كلها باليو اوف التي ناقصا 2. طبعا احنا قلنا الداله اللي تعرفها شنو هي الفورير مالتها، انت عندك داله اكسبوننشال مضروبه باليو، من هاي تقدر عندك الدوال اللي احنا بباكتها اخذناهن. اعتقد هذا هنا
عندك فوريير للدالة اكسبونينشال بالمضروبة باليو يطلع لك واحد على اي زائد ان جي اوميجا. اذا الدالة عرفتها شنو اللي اريد الفوريير لها، بس اول شيء لازم اتخلص من التايم، من التايم شيفتنج. شوف هنا أنا اذا بهاي لازم اطلع الشيفت مثلا تي ناقص 2، هاي شو يساوي لنا الفورير مالتها؟ يساوي لنا الفورير اوف، اذا طلعت السالب 4 عامل مشترك، اذا سالب 4 ايش راح يبقى عندك؟ سالب 4 تروح فقط يبقى في التي، هنا انا زائد 8 تطلع منها سالب 4 ايش راح يبقى عندك؟ سالب 2. ليش؟ لانه سالب 4 في سالب 2 ايش راح يصير؟ زائد 8 اوكي، زائد جي 5 تي ناقص 2 يو اوف تي ناقص 2. لما نطلع التايم شيفتنج لازم شكو تي من شفته بشقد؟ بس مقدار 2. شوف هنا أنا كل تي ادي من شفته بمقدار شقد؟ مقدار 2. زين ارجع للخواص، الخاصيه شو تقول؟ اذا عندك شيفت بالتايم، وين الخاصية؟ إذا عندك شيفت بالتايم تي ناقص تي نوت، فهذا شنو هو؟ عبارة عن اكسبونينشال بالفورير مال الدالة الأصلية. يعني أطلع لي اي أس سالب جي أوميجا تي نوت، تي نوت ايش قد عندنا؟ 2، فإذا أطلع لي برا الفورير اي أس سالب جي 2 أوميجا. إذا هذا راح تساوي لنا اكسبونينشال الشيفت اللي هو بالتايم، إشارة سالبة إذا سالب جي أوميجا في 2 إذا 2 أوميجا. اللي يبقى منه عندك الفورير أوف إي أس سالب، هسه شكو تي ناقص 2 أخلي بدالها تي، إذا شكو قوس أخلي فقط بدالة تي، إذا سالب 4 تي زائد جي 5 تي في يو أوف. هذا هو معناته الشيفت بالتايم. شوف الفرق بين الاول والثاني، شكو تي ناقص 2 حطيت بدالها تي. زين هنا انا اللي اعرفه عندك اكسبونينشال اللي ثابت في التي في اليو اوف التي شو يطلع لك؟ يطلع لك اكسبونينشال ونهاية. هنا عندك اكسبونينشال سالب اي تي في اليو اوف تي هو عبارة عن واحد على اي زائد جي اوميجا، بس انا هنا عندي حدين، وين الحد؟ عندي سالب 4 تي وزائد جي 5 تي. اوكي، فاذا افصل الاكسبونينشال بيناتهم فراح يساوي لنا اي اس سالب جي 2 اوميجا في فوريير. الدالة اللي أعرف الفورير إلها هي إي أس سالب 4 تي في اليو أوف تي، بيش مضروبة إي أس جي 5 تي. الفورير مال هاي الدالة من هو؟ هو 1 على 4 عكس الإشارة زائد جي أوميجا. هذا الفورير المن لهاي الدالة، بما أنها مضروبة 5 تي جي 5 تي، اذا هنا عندي اوميجا نوت اللي هي قد 5، طبعا هنا التي نوت عندي قد 2، الاوميجا نوت 5. اشوف يا خاصية اطبق عليها. عفوا، شوف هنا شو اقول لك، اذا فورير اللي داله اكس اوف تي مضروبه باكسبونينشال، فشو يصير عندك؟ يصير شيفتنج وين؟ بالتردد يعني بالفريكونسي، فشكو اوميجا اخلي بدالها اوميجا ناقص اوميجا نوت. فإذا هذا يساوي اي اس سالب جي 2 اوميجا في الفورير مال هذا، قلنا هو عباره عن 1 على 4 زائد جي اوميجا. اوكي، بس ايش بيه؟ شكو اوميجا اعوض بدالها منو عندك؟ اوميجا ناقصا اوميجا نوت، الاوميجا نوت هي ايش قد؟ هي 5، يعني اوميجا ناقص اوميجا نوت. طبعا مو كل الداله، فقط بداخل القوس. فاذا الناتج النهائي راح يصير عندك اي اس سالب جي 2 اوميجا في 1 على 4 زائد جي، الاوميجا شنو تصير؟
أوميجا ناقصا 5. إذا الناتج يساوي جي 2 أوميجا على 4 زائد جي في أوميجا ناقصا 5. أوكي، هذا الناتج. يعني هنا ما تلعب بها، يعني مو تغير بالأوميجا مالتك هنا، فقط هاي الأوميجا. هذا هو الناتج مال هذا السؤال. نشوف لنا سؤال آخر. زين. وهذا السؤال يجي للشعبتين. إنه عندك الفورير لدلتا أوف ال طبعاً هذا إذا تتذكرون بالزي ترانسفورمس اللي أخذنا لما تضرب تسوي سامبلينج للداتا، فهي هاي فكرتها من هذا. بس الفرق انه عندك اذا تكامل او سيجما للدلتا اوف التي، فال اذا انضربت الداله الدلتا اوف التي في اي تكامل للدلتا اوف التي في اي داله تساوي قيمه الداله عند التي نوت، هي هاي الفكره الرئيسيه مالتها مال هذا السؤال. خلي نحلها أو خلي نشرح عليه شوية عندك. طبعا هذا السؤال جاء شعبتين، مرة جاء الكومبلكس اكسبوننشال فورير ومرة جاء بالتستخدم التريجونومتريك فورير سيريز. يعني مرة طلع سي ان والشعبة الثانية اجاها طلع لا الاي نوت والاي ان والبي ان. اوكي طيب، عندك الامبلسات اللي هي دلتا تي اوف ال يعني بالتايم هي عباره عن سيجما البي في هالامبلسات. اوكي طبعا هنا محذوفه دلتا تي ناقصا 3 تي الى اخره. زين، سؤال رقم 4. السؤال الرابع، عندك دلتا تي اوف السمول تي شو تساوي لنا سيجما بي دلتا اوف تي ناقصا ام تي او كي تي ما في فرق، والان من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي. زين، حكتب اولا يعني تحلها بطريقه السي ان، والطريقه الثانيه تحلها بالتريجونومتريك. الداله دلتا تي اوف السمول تي شو تساوي لنا بشكل عام اذا كتبت استخدمت الصيغه العامه للاكسبوننشال فورير سيريز؟ هي عباره عن سيجما الداله منو هي عندك دلتا السي ان عفوا مضروب بالاي اس جي ان اوميجا نوت. طبعا الان من سالب الى موجب انفينيتي، صح ولا لا؟ وعندك الاوميجا نوت شو تساوي لنا؟ هي 2 باي على تي. طبعا هي الوحده هي نفسها تتكرر بانه بما انه ترياديك الداله. السي ان ايش راح تساوي لنا؟ حسب التعريف هو 1 على تي تكامل من سالب تي على 2 الى تي على 2 او من 0 الى تي. الدالة هي منو عندك؟ دلتا اوف التي مضروبة بايش؟ اكسبوننشال سالب جي ان اوميجا نوت تي دي تي. حسب الخواص شو يساوي هذا؟ ما دام عندك تكامل دلتا في دالة، قلنا شو نسوي؟ نطلع التي نوت اللي هي ايش؟ قلت صفر، ونعوضها وين؟ بهاي الدالة. يصير عندك اي اس صفر. زين، طبعا هنا الدالة احنا مالتنا مضروبة بالبي، فيبقى عندك فقط بي على تي مضروب بالواحد، لان اكسبوننشال للصفر واحد، هذا هو السي ان. اجي اعوض وين؟ بالدالة الاصلية هاي دلتا تي اوف السمول تي شو تساوي لنا؟ سيجما سي ان هو البي على تي
اي اس جي ان اوميجا نوت تي، والان هي من سالب انفينيتي الى موجب انفينيتي. ها هي طبعا عندك الاوميجا نوت هي 2 باي على تي للعلم يعني. هذا هو الحل باستخدام الاكسبوننشال فوريير سيريز. زين، الطريقه الثانيه اذا استخدمت الترايجونومتريك، طبعا بدا من نكتب ترايجونومتريك، خلي نمسحها، نكتب انه الدلتا تي اوف تي بالترايجونومتريك هي عباره عن اي نوت على 2 زائد سيجما اي ان كوساين ان اوميجا نوت تي زائد بي ان ساين ان اوميجا نوت تي، والان قيمها من سالب عفوا من 1 الى انفينيتي. من 1 الى موجب انفينيتي. احنا الدلتا اوف تي شبيها دلتا اوف تي از ايفن، بما انه ايفن يعني عنده شنو بي ان يساوي الصفر، وهذا الحد كله راح يبقى عندي فقط الاي ان والاي نوت. اجي احسب الاي نوت، الاي نوت شو تساوي لنا؟ 2 على تي تكامل من سالب تي على 2 او من صفر الى تي الى تي على 2 دلتا اوف تي دي تي، طبعا احنا مضروبه بالبي. تكامل دلتا اوف تي دي تي ايش قد يساوي لنا على فتره كامله؟ يساوي لنا 1، فاذا هذا هو عباره عن 2 بي على تي. آه هذا الاي نوت. في اي ان ايش راح يساوي لنا؟ 2 على تي تكامل من صفر الى تي او من سالب تي على 2 الى تي على 2. خلي نغيرها خلاص يصير كونفيوز، من سالب تي على 2 الى تي على 2. عندك الداله شنو هي؟ هي بي دلتا اوف تي. ليش مضروبه؟ مضروبه بالكوساين لانه اي ان ان اوميجا نوت تي دي تي. هذا شو راح يساوي لنا؟ 2 بي على تي، بما انه الدلتا والتكامل مضروبه بداله ثانيه، فاذا عندك التي نوت نطلعها اللي هي الصفر، نعوض الصفر وين؟ بالتي هنا، فكوساين الصفر 1، فيبقى عندك 2 بي على تي. اذا دلتا تي اوف تي شو يساوي لنا؟ نعوض قيم ال اي نوت والاي ان، لان نرجع نعوضها بالداله الاصليه، اي نوت على 2 زائد سيجما اي ان الى اخره. فالاي نوت هو 2 بي على تي، 2 2 ويا تروح فتبقى بي على تي، تساوي لنا بي على تي زائد سيجما. هنا ايضا الاي ان ايش قد طلعت قيمتها؟ 2 بي على تي، إذا 2 بي على تي. الدالة اللي بقت هي كوساين ان اوميجا نوت تي، والان هي من 1 الى موجب انفينيتي. طبعا عندك الاوميجا نوت هي 2 باي على تي. ان شاء الله هاي واضحة. هذا هو الحل سؤال بس باستخدام طريقتين، يعني هنا أنا مذكور بالسؤال عندك فقط طريقة واحدة اللي هي complex exponential Fourier series، بس احنا حلينا ايضا باستخدام trigonometric series. يبقى اخر سؤال بهذا التوتوريال اللي هو find the inverse Fourier transform باستخدام الخواص فقط، أعيد استخدام الخواص فقط. يعني عندك الفورير انفرس، عندك 1 على 2 زائد جي اوميجا ناقصا 3. أنا لو مطيني فقط 1 على 2 زائد جي اوميجا، رأسا كان أروح
على منو عندك هذا الفورير مال اكسبونينشال سالب اي تي في اليو اوف تي هو واحد على اي زائد جي اوميجا. فاذا اعطاني واحد على اي زائد جي اوميجا الفورير انفرس مالته منو هو؟ اكسبونينشال باليو اوف تي. بس انا شنو عندي هنا الفرق؟ عندي اوميجا ناقصا 3. فاذا يا خواص اروح شنو يعطيني اوميجا ناقصا اوميجا نوت؟ بما انه اوميجا ناقصا 3 فعندي اوميجا ناقصا اوميجا نوت. هاي الخاصه اللي هي فريكوانسي شيفتنج. بمعنى اخر اذا عندك بالفريكوانسي شيفتنج يعني عندك انت بالتايم دومين مضروبه بايش؟ مضروبه باكسبوننشال والاوميجا نوت في التي. فاذا اللي نرجع السؤال خلينا نعرف الصفحة question 5 عندك الأول واحد اللي هو Fourier inverse إلا واحد على 2 زائد J في الأوميجا ناقصا 3. قلنا عندنا أوميجا نوت هنا قد تساوي لنا 3. الفورير عندك مال اي الواحد على 2 زائد جي اوميجا يا داله يعطيني طين الداله اي اس عكس الاشاره السالب ثابت 2 تي في اليو اوف تي. بس هاي شبيهه عندك مضروبه مش شفته بالفريكونسي. اذا هذا ايش راح يساوي لنا؟ هيساوي لنا قلنا نطلع الشيفت بالفريكونسي هو عباره عن اي اس عكس الاشاره اذا موجب جي اوميجا نوت ايش قد هي 3 تي مضروبه من فورير انفرس المتبقى اللي هو 1 على 2 زائد جي اوميجا ويساوي لنا اي اس جي 3 تي مضروبه بايش؟ هذا الفورير مالت الانفرس اللي وحسبناه فوق 1 على 2 زائد جي عفوا اي اس سالب 2 سالب 2 تي في اليو اوف تي. هذا هو الحل. تريد تجمع بيناتهم يعني يصير عندك اكسبونينشال سالب 2 زائد جي 3 كلها بالتي في اليو اوف تي. هذا هو الحل. طيب عندك الثانية شنو الفرع الثاني شو يريد عندك؟ يريد الفورير انفرس المن للإي أس سالب جي 6 أوميجا على 1 زائد جي أوميجا على 7. شو تساوي معها؟ نرجع ونقول أول شيء نحدد الدالة اللي نختارها اللي ناخذ الفورير انفرس مالتها. فاني عندي اكس هاي بنقدر نجزئها بالتالي اعمل شوية تسهل لكم هي عبارة عن فورير انفرس اي اس سالب جي 6 اوميجا في 1 على 1 زائد جي اوميجا على 7. اذا صارت اسهل زين فهاي انا اعرف الفورير مالتها انفرس مالتها. ليش؟ لانه عندي عفوا عندي 1 على 1 زائد جي اوميجا شبيها هاي الفورير انفرس مالتها شنو يعطيني؟ يعطيني اي عكس الاشاره سالب 1 في التي يو اوف التي. هذا الفورير انفرس مالتها انفرس فورير ترانسفورم. بس انا ما عندي اوميجا، شنو عندي؟ اوميجا على 7. هاي اول شيء اوميجا على 7 هنا اقدر اطلعها. فايش راح يصير عندي؟ عندي 1 على عندك جي اوميجا على 7. اذا 7 طلعتها برا فاضرب الواحد في 7
صح لو لا؟ لأنه هاي السبعة طبعا، هو هذا الخط الكبير، الخط الكبير القسمة، سبعة على سبعة حتطلع واحد زائد جي أوميجا على سبعة، فتبقى الأوميجا على سبعة فيرجع نفسه. فهذا السبعة تقدر تطلع صاعدة فوق فيطلع خارج الفورير انفرس لأنه ثابت. فإذا هذا الفورير حق بالصيغة التالية، هذا يساوي لنا قلنا السبعة حتطلع خارج، فإذا السبعة فورير انفيرس منو عندك؟ اي اس سالب جي ستة اوميجا مضروبة بواحد على سبعة زائد جي اوميجا. طيب قبل شوي احنا قلنا واحد على جي اوميجا نعرفه، هسه هنا صارت هذا اصلا فورير انفيرس مالته مباشرة هو اي اس سالب سبعة تي يو اوف تي. اوكي زين، مضروبة باكسبوننشال. زين هاي يا خاصية، ارجع للخواص، يعني اكو شيفتنج. شوف اذا عندك بالفريكونسي دومين مضروبة باكسبوننشال، يعني عندك بالتايم شنو؟ اكو شيفتنج، يعني اكو تي ناقص عن تي نوت. انا عندي هذا ومضروبة بايش؟ اكسبوننشال سالب جي يمكن 6 دبليو، فاذا التي نوت ايش قد تساوي لنا؟ 6. فاذا هنا شنو نقول له؟ عندك التي نوت قد تساوي لنا 6. اوكي فاذا هذا تساوي لنا 7. الفورير انفيرس مال هذا هو ايش قد؟ هو اي اس سالب 7 تي مضروب بايش؟ باليو اوف التي. بس بما انه مضروبه باكسبوننشال، فاذا اكو تايم شيفتنج. تايم شيفتنج يعني شنو؟ شكو تي شو تعوض بدالها؟ تعوض بدالها تي ناقصا تي نوت، يعني شو اعوض بدالها؟ تي ناقصا 6. شكو تي تعوض بدالها تي ناقصا 6. إذا هذا راح يساوي لنا 7 في اي اس سالب 7 تي، إذا نخلي بدالها تي ناقصا 6، في يو اوف تي اخلي بدال تي تي ناقصا 6، وهو هذا الحال معناته. اوكي ما اعتقد عندنا بعد سؤال ان شاء الله. فنحن اقدر اقول نوقف فيديو، واحدد لكم ايضا هم بعض الحلول للاساينمنت مالتكم بالموقع الكلاس ان شاء الله. موفقين.